رفعت فرق البحث والإنقاذ الإندونيسية يوم السبت ذيل طائرة إير آسيا التي تحطمت قبل قرابة أسبوعين وعلى متنها 162 شخصا إلى السطح، وستبحث قريبا فيه عن الصندوقين الأسودين. والتقطت فرق البحث والإنقاذ ذبذبات تعتقد أنها صادرة عن الصندوقين الأسودين يوم الجمعة، واستأنف فريقان من الغواصين البحث بعد فجر يوم السبت. وعثر على ذيل الطائرة يوم الأربعاء مقلوبا في قاع البحر على بعد نحو 30 كيلومترا عن آخر موقع معروف للطائرة، ورفعت فرق البحث الذيل من القاعة بمساعدة وسائد هوائية. ويخزن الصندوقان الأسودان اللذان من المفترض أنهما موجودان عند ذيل الطائرة أصوات قمرة القيادة وبيانات الرحلة الجوية، لكن مسؤولين يقولون إن احتمالات انفصالهما عن الذيل أثناء الحادث تتزايد. والصندوقان الأسودان مهمان في التحقيق لتحديد سبب تحطم الطائرة. وفقدت طائرة إير آسيا الاتصال بموظف المراقبة الجوية في ظل ظروف طقس سيئة في 28 من ديسمبر قبل أن تصل إلى منتصف رحلتها من إندونيسيا إلى سنغافورة، ولم ينجو أحد من الحادث. وعرقلت الرياح القوية والطيارات والأمواج المرتفعة جهود الوصول إلى قطع حطام أكبر رصدتها أجهزة كشف بالموجات فوق الصوتية في قاع البحر، وكذلك البحث عن بقية جثث الضحايا. ولم يعرف سبب التحطم بعد، لكن المكتب الوطني للطقس قال إن العواصف الموسمية ربما كان لها دور. وكانت الطائرة تحلق على ارتفاع 32 ألف قدم وطلبت الارتفاع إلى 38 ألف قدم لتفادي الطقس السيء، وعندما منح موظف المراقبة الجوية الإذن للطائرة للتحليق على ارتفاع 34 ألف قدم بعد ذلك بدقائق قليلة لم يتلقوا أي رد. رحاب علاء، رويترز.